إذا للوقوف أكثر عند الرسالة المفتوحة التي وجهتها هيئة علماء المسلمين في العراق إلى الشعب العراقي بمناسبة الذكرى 19 لاحتلال العراق، ينضم إلينا عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بكم. يعني بعد 19 عاما لا يزال مواقف هيئة علماء المسلمين من الاحتلال ومخرجاته ثابتا، ولكن بعد هذه الفترة ألا ترى أن موقف الشعب العراقي بدأ يتناغم بشكل أكثر اتساقا مع موقف الهيئة من جانب الاحتلال ومخرجاته والمتمثل في العملية السياسية وشركائها الذين قاموا بالترويج للاحتلال؟ تفضل دكتور. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي جميع المشاهدين الكرام. فعلا هي ذكرى أليمة نستذكرها اليوم بعد هذه السنوات الطويلة التي لا تزال آثارها مستمرة بل متزايدة، ولا سيما الآثار السوء على أبناء الشعب العراقي. بالفعل نحمد الله على الثبات، على ثباتنا على موقفنا، ولم ننزلق ولم نهن ولم نترك هذه الثوابت لا رضوخا لإرهابات العدو ولا أيضا طمعا بالمغريات التي قدمت لنا كما قدمت لغيرنا فانخدعوا بها. المتغير فعلا في هذه السنوات هو تزايد وعي الشعب العراقي، فهذا التزايد هو دليل على أنه هذا الطريق الذي سلكناه والكثير من القوى المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية، بات اليوم الشعب العراقي يوما بعد آخر يتزايد بهذه القناعة وآملين أنه يكون هذا التصاعد وهذا التزايد وصولا إلى لحظة يأخذ الشعب على عاتقه بزمام المبادرة لعملية تغيير حقيقية. نعم. لإزاحة هذا الاحتلال وجميع آثاره. على ذكر التغيير دكتور عبد الحميد، الاحتلال ومن أتوا بهم للسيطرة على مقاليد السلطة بعد احتلال بغداد، هل قدموا للعراق ما روجوا له من حرية، ديمقراطية، حياة أفضل للمواطن العراقي؟ يعني بات الشعب العراقي يدرك بشكل قاطع ويقيني أن من جاء مع الاحتلال وخلف غبار دباباته لم يأتي للشعب العراقي إلا بنقيض هذه الشعارات، فلم يطبق على العراق وعلى شعبه إلا كل شعارات السوء رغم إعلانهم وادعاءاتهم خلافها. فلا الحرية تحققت ولا الأمان تحقق ولا الرخاء وجد، فاليوم الشعب العراقي يعيش في أسوأ حالاته منذ عصور طويلة، وربما إن لم نكن مبالغين لم يشهد الشعب العراقي حالة من المأساوية منذ أيام التتار، رغم أنه قد مرت عليه العديد من المآسي والمحن في حقب متعددة، لكن لم تمر عليه مثل هذه، ولا سيما في العصور المتأخرة فهو يتعرض لأبشع أنواع الإساءات والانتهاكات. اليوم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق رقم واحد ربما نستطيع أن نقول، كما ونوعا لم يترك أي نوع من أنواع الانتهاكات المصنفة عالميا إلا والكل صورها قد نفذت وارتكبت بحق أبناء الشعب العراقي، ويتبجح هؤلاء الأدوات أحيانا بفضح بعضهم بعضا بمثل هذه الانتهاكات، فضلا عن الفساد ورهن المال ثروات العراقي وتدمير تاريخ العراقي الماضي والحاضر وحتى رهن مستقبله. عندما نذكر احتلال العراق لابد من ذكر ثورة تشرين المباركة. دكتور، هل تعتقد أن ثورة تشرين يعني لم تخرج كثيرا عن الخط الذي ثبتت عليه الهيئة منذ أول يوم للاحتلال؟ طبعا ثورة تشرين هي حلقة من ضمن سلسلة من حلقات الوعي الشعب العراقي. حلقة ثورة تشرين لم تأتي هكذا من فراغ ولا بدون سابق إنذار. الشعب العراقي منذ اللحظات الأولى للاحتلال واجه هذا الاحتلال بكل أنواع التصدي والمقاومة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة التي أرغمت أنوف الاحتلال وكبدته الخسائر الكثيرة، ثم عقب ذلك طبعا أنواع كثيرة من أنواع المقاومة السياسية والثقافية وغيرها،
وأعقب ذلك جملة من الثورات والانتفاضات من قبل أبناء الشعب العراقي وبشتى الصور ضد هذه المظاهر، مظاهر الاحتلال وصوره وصفحاته. ونستذكر قبلها على سبيل المثال ثورة 25 شباط، ثم عقبتها المحافظات المنتفضة، ثم جاءت هذه ثورة تشرين التي أيضا تقدمت عليها عدة انتفاضات وتظاهرات متعددة، لكن تصاعدت هذه التظاهرات وهذه الانتفاضات فتشكلت انتفاضة وثورة تشرين التي هي فعلا معبرة عن جميع ربما أو الغالب الشعارات والرصد الذي قدمته الهيئة منذ الأيام الأولى للاحتلال مع العديد من القوى المناهضة للاحتلال. فهي أولا أثر من آثار تصاعد الوعي لدى أبناء الشباب العراقي، وهي فعلا تسير على الخط الذي رسمته الهيئة وأرادت وتريد وتطمح أن يكون هذا الوعي لدى جميع أبناء الشعب العراقي متكاتفين، وصولا إلى تحقيق ما ترنو إليه الهيئة والقوى المناهضة للاحتلال، بل ما يرنو له أبناء الشعب العراقي من تحقيق الحرية والانعتاق من هذا الظلم وهذا الفساد وهذا التسلط. دكتور، قلتم في بيانكم إن الإصرار على تجريب الحلول السابقة دون وضع رؤية لحل شامل وكامل لن يحقق للعراقيين شيء يذكر. من وجهة نظركم، ما هي الحلول بعد 19 عاماً من الاحتلال؟ يعني احنا بالمناسبة هذه الفقرة لأنه منذ الاحتلال إلى اليوم لا نجد ممن يحاول أن يتدخل في العراق أو ينصح هذه القوى المناهضة للاحتلال أو يدعي أنه يريد مصلحة العراق، فيقول أنه لا يوجد حل إلا عبر قطار هذه العملية السياسية. وقد جرب أبناء الشعب العراقي وجربت هذه القوى الدولية والمنظمات الأممية، جربوا أنه لا حل، لا فائدة من هذه الحلول. الحل هو أن يكون هنالك تغيير جذري. قدمت الهيئة وقدمت القوى المناهضة للاحتلال العديد من المسودات، المشاريع الوطنية الحقيقية، ومنها ما قدم إلى الجامعة الدول العربية، ومنها ما قدم وطرح وعرض في مؤتمري القاهرة الذي رعته الجامعة الدول العربية، بل هنالك مشاريع قدمت إلى المنظمة الأممية، منظمة الأمم المتحدة، وعبر مندوبيهم، وإلى العديد من القوى الأخرى، وآخرها الميثاق الوطني الذي اشتركت فيه العديد من القوى العراقية. وقد سبقها قبل مدة المشروع الوطني الذي قدمته الهيئة وغيرها العديد العديد. هي سلسلة من المشاريع كلها تدور وتصب في نقطة جوهرية، وهو لا بد أن نبدأ من الصفر في إزاحة هذه العملية من أساسها وجذورها، ولا يمكن أن نبني عليها، لأن المشكلة في الأساس، أساس فاسد، وأي شيء يبنى على هذا الأساس لن يأتي بخير. فإذا لابد من الاقتلاع الجذري لهذه العملية وبناء عملية سياسية وطنية بعيدة عن أي تدخل خارجي، ولا سيما من قبل أهل الاحتلالين الأمريكي والإيراني اللذان فرضا على الشعب العراقي هذه العملية ومن ورائها المشاريع الإساءة والفساد وما لحق به، ما لحق بأبناء الشعب العراقي من آثار سلبية متعددة في جميع الجوانب. دكتور عبد الحميد، تعهدتم في البيان بحسم الآثار المترتبة على الاحتلال، لا سيما ركزتم على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية وأيضا تحقيق الاستقلال التام والسيادة الكاملة على العراق. كيف يمكن القضاء على المحاصصة الطائفية والعرقية وإرجاع السيادة الكاملة للعراق وشعبه؟ يعني هذا ما أشرت له قبل قليل في قضيتي، أنه لا بد من اقتلاع هذه العملية من جذورها، لأنه قلت أنه الأساس الفاسد وأحد أهم الأسس الفاسدة التي قامت عليه هذه العملية هي المحاصصة، وعليه فإن أي بناء على هذه المحاصصة مع بقائها لا يمكن أن يكون هنالك ترقيع. لا يجتمع الطائفية والمحاصصة الطائفية، لا يمكن أن تجتمع مع مشروع وطني. المشروع الوطني الحقيقي لا بد أن يكون بعيدا عن هذه المحاصصات.
الأكفاء وأهل العراق فيهم الخير الكثير وفيهم من الكفاءات العديدة الذين أثبت تاريخهم المشرف بأنهم لم تتلوث لا أيديهم ولا عقولهم ولا عملهم، تاريخ يعني سجل عملهم بأي نوع من أنواع اللوثات، لا الانتماء الخارجي ولا الفساد الداخلي. وعليه فإن أبناء العراق لديهم القدرات على أن ينهضوا ببلدهم من جديد، نعم. ولديه إمكانيات مادية، فإذا اجتمعت المادة مع العقول النظيفة والخبرة الصحيحة والنزاهة والوطنية، فحينئذ أن العراق قادر على أن ينتفض من جميع هذه الآثار ويتخلص منها ويعود ليأخذ دوره الحقيقي، أولا أمنا ورخاء لأبناء الشعب العراقي، وثانيا أن يعم الخير للمنطقة جميعا، كما كان العراق على أغلب تاريخه إشعاع حضارة وخير لعموم المسلمين وللعالم أجمع. عبر سكايب الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لكم.